الأخوة الأخوات متابعي قناة الأخ سامي جريس، أهلا أهلا بكم في حلقة جديدة من درس الكتاب. بنكمل بنعمة الرب في إنجيل لوقا، هناخد النهاردة أصحاح 2. أشجعك لو تحب تجيب قلم ورقة، لو عايز تاخد نوتس عشان يعني تحطها، لو كان ممكن، مش ممكن خلاص يعني مش قضية كبيرة، بس جايز تكون يعني قد تكون للبعض الفكرة دي مفيدة. طيب نبتدي. أبونا السماوي، يا رب نشكرك، نمجدك، نعظم اسمك، نرفعك فوق الجميع وحدك الملك العظيم. يا رب أنت إله الآلهة، أنت رب الأرباب. نشكرك أنك أنت تركت لنا كنزك اللي بناكل منه كل يوم، فنقتات على الكلمة وتسكن فينا بغنى، فيبقى الروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. نشكرك يا رب أنك أنت أرسلت لنا كلمتك، حتى ابنك الوحيد سميته برضو الكلمة، فقدمنا كلمة مكتوبة وبنتغذى عليها، وحتى من جمال وجلال الكلمة ابنك الوحيد لما جه كان اسمه أيضا الكلمة، عشان نعرف قد إيه الكلمة مهمة لحياتنا. باركنا بكل بركة روحية في السماوات، خليك معنا في جلستنا، املأ قلوبنا من نعمتك يا رب، واروي عطش واشبع جوع كل من يأتي إليك يا رب مخلصا طالبا يا رب أن يتغذى على كلمتك. احفظنا أطهار أنقياء في اسمك القدوس إلى الأبد. نصلي هذا في اسم يسوع المسيح ابنك المبارك القائم عن يمينك، اشفع فينا كل حين، لك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. نبتدي صحة 2. يعني هنجري شوية بس هنقول برضو حاجات، بس يعني أشجعك يكون عندك كتاب دراسي، ويعني بقترح التفسير التطبيقي، بقترح التفسير التطبيقي وسهل تنزله وكتاب حلو قوي. هنقرأ ونقول حبة تعليقات وإحنا ماشيين كده. بيقول فصعد يوسف أيضا من الجليل، إحنا في صحة 2، من مدينة الناصرة إلى اليهودية، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. المسافة من الناصرة لبيت لحم تقريبا 160 كيلومتر، أو تقريبا يعني حوالي 100 ميل لو أنت من البلاد اللي بتحسب بالميل، لكونه من بيت داود وكانت وعشيرته، ليكتتب مع مريم أمه المخطوبة وهي حبلى. الاكتتاب يعني الإحصاء، العدد لما بيعدوا الناس يعني. وبينما هي هناك، فين هناك؟ فين بقى؟ في بيت لحم. تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وهنتوقف هنا. ليه بقى كان لازم العذراء ويوسف وهي خلاص قربت تولد؟ يعني إيه لازمة المشوار ده؟ يعني التعب ده كان في شهرها التاسع، كان لازم تتحرك من الناصرة وتروح بيت لحم اليهودية لكي تتم النبوة ان المسيح او المسيح اللي بينتظروا اليهود لغاية النهاردة لابد ان يولد ايه؟ في بيت لحم اليهودية. ولان في اتنين بيت لحم، مش فاكر التانية، اعتقد في افرايم باين ولا اي حاجة كده، فكان لازم يتقال بيت لحم اليهودية. في واحدة تانية مش فاكر موقعها بالظبط، بس برضو اسمها بيت لحم، طبعا ملهاش نفس الشهرة بتاع دي يعني. فدي بس برضو تعلمنا في السكة، كل خبرة بنعدي بيها، كل مكان بنمر بيه، حتى الأماكن نفسها، جايز بتتنقل من بلد لبلد، بتشتغل في حتة من حتة لحتة، فبتغير أصحابك وتغير بيتك، بتتنقل من سكنك من مدينة لمدينة، ده كله لتتميم خطة الله في حياتك لو أنت واعي. لو مش واعي أديك ماشي وخلاص يعني. يبقى كان لازم تروح لتتميم خطة الله في الحياة. سلم حياتك للرب وقول له يا رب مطرح ما انت عايزني احب اكون بخدمك يعني. وبقول لك ما كانش لهم موضع في المنزل فاضجعته في المزود، وكأن الرب يسوع من اول دقيقة ليس له اين يسند رأسه. معايا كده؟ دي حاجات سريعة لو عايز تكتبها وبعدين ترجع تتأمل فيها براحتك ثاني بعد كده. نفتكر برضو داود لم يكن له موضع في الوليمة لما جاء سموئيل وقال له ربنا روح عند بيت يسى البيت لحمي عشان فيه
ابن لي هناك هو ينفع يبقى الملك لشعبه. فراح وكان ابوه ما كانش مهتم بيه، فما كانش موجود، هو اللي كان ما كانش موجود في البيت. مش الرب بيقول لك لو اختار المصدر وغير الموجود؟ اهو داود بقى انطبق عليه كلمه الغير الموجود، لان سالوا هكمل الغلمان، قال لا في واحد تاني بيرعى الغنم اللي هو يعني ملوش لازمه يعني. ده ينطبق على كل واحد فينا لما مثلا يقول لك ايه اللي هو يعني ليس لك مكان في المنزل. عارف كان زمان ما اعرفش موجوده لغايه دلوقتي ولا لا، يقولوا الواحد انت جيت غلطه ليه يعني، كان الاب والام نفسهم ما يخلفوش تاني، وبعدين اللي حصل ان عيل جه، فكانوا يقعدوا يقولوا له انت غلطه. انا شفت مره واحد بسبب حكايه انت غلطه دي كان عايز ينتحر، لان دايما يقول انت غلطه انت غلطه، او يا كلهم بنات انت بنت، او انت فاشل. لكن المسيح ليك، المسيح ليك. فهو كان من اول من ساعه ما نزل ليس له اين يسند راسه، ليس له موضع في المنزل. بس ممكن برضو ناخدها بطريقه ناحيه تانية، هل المسيح برضو ليه مكان في بيتك ولا لا؟ في ليه مكان في بيتك ولا لا؟ قبل ما اقول قلبك ووقتك واغانيك، احب اقول اغانيك دي، الناس تقعد تغني وترقص سواء في فرح ولا في اي حاجه اي مناسبه، ويجوا عند الرب كده اول ما تقول له اول ما هنبتدي نرنم تلاقي اللسان اتعقد، او تبص هنصلي تلاقي الواحد اتخشب ووقف كده كانه واقف قدام القاضي. وايه يا عم وقف بحريتك قدام الرب، هلل للرب، ده كلمه هللوا يا مال الكتاب من يعني من بين دفتيه، ماشي كده. لازم يكون للرب مكان في بيتك، لو انت مسؤول عن بيت لازم يكون في مسبح عائلي، والا هتخسر عيالك. لازم يكون للرب مكان في يومك، مش تديله الباقي من اليوم، مش تديله الفتات الساقط، لازم تديله اجمل حاجه عندك. اول ما تكون كده مخك الصبح وانت قايم لسه ما انشغلتش بمشاغل الشغل والمشاكل والتليفونات واللي هتعمله وتسوي تنظيف البيت لو انت ست او كده او غيره، ما الراجل برضه بينظف يعني. فنديله كده يعني نبقى فايقين ورايقين، وخلال اليوم لازم برضه كده يكون بينك وبين الرب حاجه. ترنيمه كده، نص ترنيمه حتى كده، مش بالضغط، لكن لازم تكون انت متهلل. انت ممكن انت تتفرج على النشره تفتكر حاجات تشكر عليها الرب، بتلاقي او تتفرج على تمثيليه وبعدين تلاقي مثلا ناس بيمروا بظروف صعبه انت ما مرتش بيها، ساعتها اشكر الرب. يعني هتلاقي في كده اما قلبك هتفتح على الرب هتلاقي حاجات كتير قوي. اللي بعده، دي كانت اول نقطه. النقطه الثانيه يمكن نغطي خمس نقط بسرعه يعني في الحته دي. بعد كده بقى هنشوف، وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود، وظهر بغتة مع الملاك جمهور تاني من الجند السماوي مسبحين الله قائلين المجد لله في العالي على الأرض السلام بالناس المسرة. ده افتقاد الرب بين لرعاة يعني مخلصين وسهرانين على رعيتهم. ممكن اتكلم في دي حلقة بس مش عايز ركز يعني، يعني عايز اجيب بسرعة عشان نغطي. ومع ذلك ما راحش بشر في الهيكل لانه كان فسدان في الوقت ده، ولا رئيس الكهنة ما طلعش لرئيس الكهنة في رؤية وقال له المسيح اتولد، لا. وعلى فكرة بحسب الرواية بتاعت الميلاد في انجيل متى لما راحوا عند هيرودس، وبعدين هيرودس لما جم المجوس وقالوا له فين المولود ملك اليهود، فجاب يعني الكهنة والفريسيين الناس اللي بتفهم وقال لهم اين يولد المسيح، فقالوا له ده في بيت لحم، وكانوا شاطرين وعارفين النبوه لكن ما راحوش ادوا العنوان صح للامم اللي هم المجوس وهم ما راحوش. يا فرحتي قري الانجيل ومش بتطبقه. هنشوف برضه هنا يمكن عشان كده ما راح لهمش ولا كان هتفرق معاهم، بس اللي عايز بقى نتعلمه، ولما مضت عنهم الملائكه عن الرعاه
إلى السماء. قال الرجال للرعاب بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي علمنا به الرب. وبعد كده راحوا وشافوا وسجدوا للرب يسوع، مش لحد تاني غير الرب يسوع، لا ليوسف ولا للعذراء. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورؤوه كما قيل لهم. أنا كنت عايز أقف عند حتة رد الفعل دي. ربنا بيفتقدنا كلنا عدد كبير جدا من مرات في حياتنا، زي ما افتقد دول الناس. دول كانوا ممكن بعد ما اتفرجوا وسمعوا، يا سلام على الرؤية الجميلة والدنيا نورت والدنيا ليل، وسمعوا كلام حلو وجميل وهللوا خمس دقايق، وبعد كده ولا سألوا ولا راحوا ولا جم. ربنا بيفتقدك وبيشوف، وهتعمل انت ايه بعدها؟ هل هتروح وتشوف اللي بيجرى ولا هتطنش؟ ربنا بيفتقدك اوقات، سواء يعني باللين او اوقات بعدم اللين. انت ممكن تقبل وتروح وتدور وتقول اشوف، ممكن تسمع آية، تسمع ترنيمة، تشوف موقف يقوم لطشك كده تقول انا محتاجة اخد وقفة مع نفسي. في واحد يقول لك بقى يعني ما عنديش وقت، انا ما سمعت الكلام ده، ده احنا في المطحنة هنا واحنا زيكم وعرفش ايه، احنا بنشتغل شغلتين ونشغل 14 ساعة في اليوم العافية عشان ناكل، مش فاضي. صدقني اتقل كده، احنا مش فاضيين الانجيل، او انا بنسمع كلمة ربنا، اوقات بتفرج على معرفش مين في التلفزيون، ولا اديني بروح الكنيسة كل جمعة ولا كل حد. ربي بيفتقدك، بتاخد الفرصة، عارف لو يحصل ايه؟ يفتقدك تاني، تلاقي نفسك بتفرح وتبتهج بالرب اكتر. طب لو ما استجبتش في المرة الاولانية هيجي لك المرة التانية، بس هتلاقي ودنك تقلت، زي اللي ساكن جنب اول مرة تروح تسكن مثلا قريب من قطر، محطة قطر او شريط قطر، لما القطر يعدي ولو انت نايم صحيك، بمرور الوقت بتاخد على صوت القطر، تبقى انت صاحي والقطر بيعدي وانت ولا دريان بيه، ويعدي عليك زمن افتقادك، يعدي عليك زمن افتقادك، وفي الاخر تلاقي ودنك تقلت والقلب اتصلب، وبعد كده تدور تطلب التوبة بدموع ولا تجدها. فخليك واعي لما الرب يفتقدك زي ما افتقد الرعاة، خد الحكاية بجد، ولازم تقوم يعني ايه تنفض الغبار والكسل وتروح تقول ايه اروح اشوف. ايوة، لنذهب الان الى بيت لحم، ده مكان يعتبر يعني دي مدينة داود يعني، او يعني عايز اقول باختصار مكان خلوة يعني، بيت لحم او مكان الصلاة، وننظر هذا الامر الواقع الذي علمنا به الرب. ربنا شد انتباهك لحاجة، روح اقعد كده مع ربنا وقول له انت عايز تقول لي ايه من وراء القصة دي او الموقف ده او الحلم ده او الرؤية دي. في ناس شافت احلام وشافت رؤى وصدقوني وناموا عليها وراحت منهم الفرصة. النقطة نمرة 3: ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. نمرة 1: يا أختي أنت مش غير طاهرة أبدا في المسيح إطلاقا. الكلام اللي بيطبقوه دوت يقول لك ما هو العذراء ما عرفش إيه، الكلام ده عهد قديم وكذب. وفي كتاب على فكرة لو عايزين تنزلوه اسمه طلع طبعا من درب ومقابله، طبعا الكتاب اتهاجم، هو كتاب صغير قوي، اعتقد اسمه مش قادر افتكر اسمه دلوقتي بالظبط، اعتقد تطهير المرأة او حاجة زي كده، هشوف اسمه وهكتبه في كومنت عشان لو عايز تنزله. هو مش كبير قوي الكتاب، تنزله لو قدرت، برضو الاقي اللينك هحط لكم اللينك. هو على فكرة كمان موجود بالعربي، ومش هو عندي عربي وانجليزي كمطبوع يعني. المهم خلينا في الحتة التانية. فانت اوعي تفكر انك انت زي ما بيقولوا غير طاهرة او كده، بس طب عايز نتأمل في الحتة اللي بعدها. صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. هللويا، ما تطلع انت كمان لاورشليم وقدم نفسك للرب حبيبي، تطلع لاورشليم وتقدم نفسك للرب. اورشليم دي تعتبر ايه؟ مكان خلوتك، مكان الصلاة اللي بتصلي فيه، مدينة الملك العظيم اورشليم بتسمى كده. تطلع هناك وتقدم نفسك للرب كل يوم انت بتصلي: يا رب استخدمني لمجد اسمك، يا رب اعمل فيا وبيا لمجد اسمك يا يسوع. قول يا رب انا عايز امجدك في حياتي، عايز امجدك في اكلي وشربي وشغلي وسفري وجوازي وعيالي ونجاحي وفشلي. ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. فبرضه خد بالك يعني، انا بقول نقط سريعه، لو عايز لو في نقطه عجبتك اوعى تفوتها الله يخليك. لو حسيت نقطه لمستك من اللي هنقوله، مش لازم كلهم،
اوعى تنساها، روح اقعد اقراها تاني واقراها تالت، يمكن يكون ربنا النهارده بعت لك الكلمه دي زي طعم كده ويقول لك تعالى وتقدم نفسك للرب. النقطه اللي بعدها نمره 4، وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزيه اسرائيل. الحقيقه اليهود كلهم منتظرين التعزيه دي، والروح القدس كان عليه. طبعا واضح ان ده كان عنده امتياز الرجل ده، وعلى فكرة واضح ان هو كان رجل شيخ كبير في السن شوية، يعني عايز اقول ما كانش من زمرة الكهنوت ولا الكتبة ولا الفرسيين، لكن كان رجل تقي يعني. وكان قد اوحي اليه بالروح القدس، ربنا قال له وعده انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. فاتى بالروح الى الهيكل، حتى بالروح ايه الى الهيكل. يا جمال اللي زقف ربنا وربنا اللي حركه. يعني هو ما كانش قصده يروح الهيكل في اليوم ده، راح ازاي ما تفهمش. ده ممكن يكون كان ماشي في حته حس بنغزه جوه قلبه، لا حود هنا خش الهيكل، بس جاي شاف رؤيه، جاي حلم. لو بس اعتقد لو رؤيه او حلم جاي كانت كتبت. هو اوحي عليه بطريقه اخرى انه يروح الهيكل. صلي ربنا اقول يا رب قود حياتي، صدقني 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 بينقلك من محطة قطر لمحطة تانية أو من رصيف لرصيف عشان خاطر تقابل حد وتكلمه عنه. صدقني بينقلك من شارع لشارع، ينقلك من كرسي لكرسي في الأتوبيس أو القطر أو الطيارة عشان خاطر تكلم ناس عن المسيح لما تسلم حياتك للرب. كنت عايز أقول حاولها طب بعدين، هو عندما ولا أقولها دلوقتي، في قصة يعني الحقيقة تعتبر خرافية عن هذا الرجل، انه كان عنده 350 سنة وبيحاولوا يقولك ده كان من ضمن اللي كانوا بيعملوا الترجمة السبعينية، وجاء عند حتة بتاعت أشعية 7 هل عذراء تحبل وتلد ابنا، وهو حاول يغير الترجمة والفيلم اللي ملوش لازمة ده كله. وفي القصة في ختام يعني اخرتها هم عايزين يأكدوا ان الرجل ده عاش، عشان قال يعني تأكيد ان العدرة عدرة. حبيب قلبي عارفين ان العدرة عدرة من النبوة اللي موجودة ومتشكرين قوي يعني. طب ليه انا بقول ان القصة دي اكذوبة؟ دي حاجة بسيطة جدا يعني. لو كان الرجل ده فعلا عنده 350 سنة، لانك ما تقرأ في الاصحاح ده بالذات واللي قبله واللي بعده، زي ما هنشوف كده لوقا يحب يذكر يعني لما ذكر اليصابات وجوزها قالوا انه كانوا، قال ان هم كانوا كبار في السن، مع ان كان كبار في السن ما كانوش حتى وصلوا 60 سنة. الحاجة التانية هتلاقيه يتكلم يقول لك المسيح كان عنده 12 سنه. في نفس الاصحاح برضو ده بيتكلم على حنة بنت فنوئيل، قال لك بمنتهى الدقه كده قال لك انها كانت عايشه، هي كانت ارمله 84 سنه وعاشت بعد مع زوج 7 سنين. شايف الدقه؟ فاذا كان هو قال على الست الكبيره دي، فلو الراجل ده 350 سنه هتعدي على لوقا ما يقولش ان الراجل ده حكايته ايه. ده لو الراجل ده 350 سنه انت تعتبر تقف جنبه كده كانك واقف جنب الهرم تتصور للذكرى، ماشي كده. وبعدين تلاقي ان القصه كلها عايزه توصل لحاجه هايفه يعني. انا بس حبيت اقول لك القصه دي من باب ان اوري لك ما تحطش ودنك كتير قوي للناس اللي كل شويه طلعوا لك قصص خرافيه ويقول لك ايه الاباء والتقليد والكلام ده كله. خلينا في الكلمه، خلينا في كلمه ربنا، ماشي. وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعه له حسب عاده الناموس، اخذه سمعان وبارك الله وقال ايه بقى؟ الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك إيه؟ بسلام. لأنه كان خد وعد من ربنا إنه مش هيموت إلا ما يشوف. فهو الوقت الرب زقه يروح يشوف الهيكل، والرب زقه هم داخلين قال له إنه هو ده مسيح الرب، الطفل ده هو ده مسيح الرب. خد بالك من حاجة يا أخي وأختي، إني منذ ملاخي لغاية المسيح 430 سنة بيسموها فترة الصمت الإلهي، اليهود كانوا بيتنشأوا حتى على نبي مش على مسيح الرب، حتى على نبي ما كانش فيه موجود. فربعا الراجل ده اعتبر يعني كون المسيا دخل العالم دي يعني تمام النبوات، وده حق، ده كله منتظر كده، كله منتظر. لأن عناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. طبعا بيتكلم بالروح القدس. أيوة المسيح ده إيه؟ نور إعلان مش لليهود بس، ده الأول نور إعلان للأمم، يعني المسيح للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هللويا. المسيح جاي لمين؟ للكل.
وهو بالروح القدس قال ما تفرقش احنا الاول ولا الثاني، لا مش عايزين، بس عايز اكد، وكان الوحي عايز ياكد ايه، اوعى تفكر نفسك يا اخي يا اممي انك انت السقط ولا النمرة اثنين، لا هو نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. وكان بقى يوسف وامه وامه يتعجبان مما قيل فيه. عارفين كم مره دلوقتي يحصل حاجات غريبه يسمعوا عن يعني، لان في نفس الاصحاح ان لما الرعاه راحوا يزوروا يعني يشوفوا اللي حصل، ولقوا طفل في مزود والعدرا ويوسف، فقالوا لهم ده احنا واحنا معرفش ايه جالنا ملايكه وهيصه وزنبليطه وكانوا بيرنموا حاجه جميله، وقالوا لنا ان احنا نيجي هنا علشان في حاجه كبيره قوي دي، ودي خبر حلو وسار جدا. وبعد شويه طبعا الطلعه ديت لما راحوا الهيكل كان ساعتها يعتبر البيبي الطفل يسوع عنده 40 يوم، فبرضو يعني ما لحقوش ينسوا اللي اتقال مش كده. فايه اللي بيحصل ده؟ ايوه انا فاهمه ان يعني يعني مخلفه بطريقه معجزيه، لكن يعني طب يعني هيكون احسن من داود مثلا، هيكون احسن من يعقوب مثلا، مش قادره تدرك، فمستغربه. يتعجبان مما قيل فيه. وباركهما سمعان وقال لمريم امه ايوه عايزين نقف في الحته اللي جايه شويه. ها ان هذا، طبعا الراجل بيتكلم بروح القدس مش من دماغه، ما عرفش حاجه، قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامه تقاوم. ويا للعار انه وضع لسقوط وقيام كثيرين جوه الطوائف والكنائس ولعلامه تقاوم جوه الطوائف والكنائس. فاكرين لما بيقعدوا يتمسخروا على غير التقليديين ويقولوا بتوع يسوع وكأن بقى اسم يسوع مهانة. مرة واحد حب يهني يعني على كتب تعليق بيقول لي يا إنجيلي أنت. طب يا أخي عارف لو تقول لي يا بروستانتي، لو أن أنا مليش طايفة يعني، لو تقول لي يا بروستانتي يعني يمكن تعدي، لكن لما تقول لي يا إنجيلي ده أنت مش مكسوف من الكلمة أصلا، ماله إنجيلي؟ هو أنا بمشي وراء إنجيل غير الإنجيل بتاعك، علما بأن الإنجيل بتاعك ده أنت مديون للبروستانت أن هم ترجموا ليك. فأصبحت كلمة إنجيلي بقت شتيمة. كلمة يسوع يا لهوي، يقول لك بتوع يسوع وكأنهم الحقيقة حكموا على أنفسهم أنهم مش بتوع يسوع. هم بيحكموا على أنفسهم ليس لهم نصيب في يسوع لما بيتمسخروا بالطريقة دي يعني. ودعا لسقوط وقيام كثيرين، برضو دي عشان تعلمنا إن هيحصل انشقاق حتى زي ما المسيح قال جوه العيلة الواحدة. ناس هتؤمن جوه العيلة وناس مش هتؤمن، وسوف يتم اضطهادهم اللي بيؤمنوا من أقرب الناس ليهم. ده حتى إخوة يسوع في يوحنا 7 لم يكونوا يؤمنوا به، ومرة قالوا له فكرة كانوا بيزقوه صدقوني عشان يتقتل. في لو قريتها بالراحة كده في إنجيل يوحنا إصحاح 7 هتلاقيها، إن هو يعني كانوا ساعتها في الناصرة والجليل، وحصل كان في عيد المظال، فبيقولوا له العيد جاي، وطبعا في عيد المظال هنروح ايه اورشليم. فهو كان ساعتها عندهم اخبار يعني، ما قالوا للمسيح اخبار ان هيرودس مزمع ان يقتلك، وهم وكل عارف. حتى بيقول لك ساعتها ان المسيح كان يعني كان مشي من اورشليم وراح الجليل وكده. ام اخواته بقى كانوا لسه ما امنوش بيه، ومكتوب على فكره لم يكونوا يؤمنون به، عملوا له زي فخ يعني، وقالوا له على فكره يعني لو انت عايز بقى تظهر نفسك للناس كده والناس تامن بيك، الدنيا عيد دلوقتي وزنبليطه وكده، ما تروح اورشليم يا اخي كده واعلن عن نفسك يعني. يعني كانهم عايزين ايه؟ عارف بيحطوا له الطعم وبيحمسوه، لو انت عايز يعني الناس تؤمن بيك روح حته بقى الزحمه كده واعلن عن نفسك كده. هم عايزين ايه بقى؟ ما يخلص نخلص منه بقى. بقى له 3 سنين وجع قلبنا. علما بان قالوا عليه 5 مرات مختل العقل عن المسيح. فما تتزعلش لما أقرب الناس ليك يقطعوك ويقولوا عليك مختل العقل، صدقني هقول عليك مختل العقل، ويقولوا عليك مرتد ويوصفوا، وصدقني ممكن يتهموك بأفظع يعني يشوفوا لك أي بلوة كده ويحدفوك فيها، يعني مش أقصد شتيمة، صدقني ممكن يتهموك اتهامات بطالة. فهذا هو الذي إيه وضع
لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، يعني يفقم يعني حتى جوه العيلة الواحدة، سقوط وقيام إسرائيل كثيرين في إسرائيل. لو أن موجود إسرائيل كلها تفرح وتستقبل المسيح، اللي حصل ناس سقطت وناس قامت، اللي حصل ايه؟ ناس قالت اسلوبه اسلوبه، وناس ما عرفش حصل ايه، واللي امنوا كانوا خايفين ومستخبيين، خايفون من الفريسيين ومن الكتبة، ويقول لك احسن يصيروا خارج المجمع، شاف الرعب اللي كانوا عايشين فيه الناس. ولعلامة تقاوم، البعض يقول لك يعني علامة الانجيل، علامة الصليب، سميها زي ما تسميها، او رسالة تقاوم طبعا. فديك بتشوف في ناس بتكره المسيح حتى كاسم يعني، او الميكرون المسيحيين ده حاجة فظيعة قوي، لكن حتى جوه العيلة الواحدة مجرد انت تختار المسيح بارادتك انت ممكن تبقى عرضة للقتل، او على الاقل للاهانة والمسخرة من اقرب الناس ليك، وممكن يتبرقوا منك ويعملوا لك معرفش whatever يعني. النقطة الاخيرة في الحتة دي يعني في الاصحاح ده في النهاردة، لما العذراء ويوسف وكان في عيد الفصح والمسيح طلع، كان عيد ايه؟ عيد الفصح صح؟ وكان عنده ساعتها 12 سنة، كلمت مرة قبل كده ان كان بيبقى برضو في احتفال للولاد عند هذا السن، وعرفنا ان حكايته ورجع. فبيقولوا بعد ثلاثة ايام وجداه اللي هم يوسف والعذراء مريم جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وهو عنده 12 سنة، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. طبعا في كل يعني مزخر في كل كنوز الحكمة، ده هو الكلمة يعني، هو العقل نفسه يعني. فلما أبصره اندهش وقالت له أمه، يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما، لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. كم مرة نلاقي هما مش فاهمين؟ مش عايز أقف كتير عند الحتة دي، لكن عايز أقف عند حتة إيه؟ فقال لهما، لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ هقول لكم تطبيق كده يعني عام، وبدان تطبيق من اللي أنا مش بعاني ولا حاجة، أنا مبسوط بخدمة الرب، لكن بيجيني حاجات تنطبق عليها حكاية. أنت وجهة حياتك فين؟ للرب ولا لا؟ اوعى تقول لي عشان للرب يعني لازم أخرج وأبيع كل مالية وأروح الصحراء ولا حاجة زي كده، لا أبدا. في ناس بتمجد الرب في شغلها صدقني كتير جدا. ينبغي أن أكون في مال أبي، حط الحكاية دي في دماغك، ينبغي أن أكون في مال أبي، في كل حاجة، في أكلك، في شربك، في سفرك، في زياراتك للناس، صدقني في زيارتك للناس، حط في ذهنك، يا رب خلي زيارتنا تكون سبب بركة للناس دي. مؤمنين صلي معهم وقرأ إنجيل، مالهمش في الحكاية دي برضو صلي معهم وقرأ الإنجيل، قولهم حتى لو هم مش عايزين أو كده، مش لازم تقول لهم هات إنجيل نقرأ، قال لهم أنا قريت حكاية وكنت عايز اشاركها معاكم. طبعا ده انت اللي هتقول لهم نكته كله هيطرطق ودانه، وهجيب لك شاي وكيك عشان هتقول لهم نكته. فاقول لهم انا قريت حكايه في الانجيل وعايز احكيها لكم، وحاول تقولها كده بطريقه ما، حتى لو فاهم قصدي، ينبغي ان اكون في مال ابي، حط ده في دماغك، ينبغي ان اكون في مال ابي. يا رب شغلي خليه لمجد اسمك، هتغير شغلك لمجد اسمك، سوري مشيت من شغلك خلي ده المجد اسمك، عييت خليه المجد اسمك، صحتك زي الفل لمجد اسمك، هتتجوز يا رب تبقى كنيسة في البيت، هتخلف يا رب خلي ولادي ليك يا رب في اسمك، اقدمهم ليك يا رب، خلي كل حياتك يا رب المجد اسمك. طالع مشوار صدقني قول له يا رب خليني امجدك في المشوار ده. ازاي؟ ما اعرفش، انت ممكن تقابل حد صدقني وتلاقيه محتاج، هتطلع تتمشى قول له يا رب خلي التمشيه المجد اسمك، وشوف هشتغل بيك ازاي. ماشي كده، ينبغي ان اكون ايه في مال ابي. اقول لكم بقى على حاجات تانية دي بيواجهها كل واحد من اللي بيخدم يعني. تلاقي طبعا انا متشكر جدا على الناس اللي بتعمل سبسكريبشن للقناه وتعلق تعليقات كويسه او نص نص مش مهم، لكن عارفين كميه يعني، بس ما اقدرش مش عايز اقولها بالتفصيل احسن حد يقوله بيتضايق يعني. تلاقي يجي لك ناس يدوا لك نصيحه انك انت معرفش اسلوبك معرفش ايه، او بلاش الالفاظ معرفش ايه، او انت معرفش، مش بتكلم عن الحاجات الفنية اللي ممكن الواحد يعني عشان نحسن بيها الاداء، لا
يا مش عاجبه شكلك، يا مش عاجبه اسلوبك، يا مش عاجبه كلامك، او عايز ياخدك بره الموضوع، يقول لك ما كلمنا مثلا عن عايزين الموضوعات الفلانيه وما اعرفش ايه. انا بقى لازم في دماغي ان اكون في مال ابي. مش عاجبك اسلوبي، صدقني انت حر. السيد المسيح لغايه النهارده مختلف عليه. السيد المسيح لو عملوا تصويت ما حش هياخد 100% اصوات. ربنا نفسه مش واخد 100% اصوات، فانا يستحيل اخد 100% اصوات برضه. فاكيد في ناس مش عاجبها، واللي يقول لك انت اسلوبك ساخر، صدقني بخلي روح للحلقه. انا شخصيتي كده، شخصيتي كده، وليا الزبائن بتوعي، ليا السوق بتاعي. لو مش بتستفيد مني صدقني يعني ليك لون تاني، ربنا يباركك. انا مش ليه يعني شغل لي ملكوت السماوات، اللي ترتاح له اعمله، اللي ترتاح له اتفرج عليه، لكن ينبغي ان اكون في مال ابي. ها، ولازم ابقى واعي، لان ايام هتطلع لك حاجات تشتتك. في بعض الناس بقى بيكون بحسن نيه بس هيشتتوني، ان يقول لك ممكن بقى اتكلمنا عن ما اعرفش الطائفه الفلانيه. انا تخصصي ارثوذكس، ليه؟ ربنا عدعكني جواهم السنين دي كلها، ودرست جامد قوي قوي قوي، ودول اللي انا يعني دول اخواتي، زي ما بولس كان تخصصه كده يعني، وبيجي منهم للرب بس خلاص. الطوائف الاخرى انا ما مش شاطر فيها، ما ذاكرتش فيها، وبعدين انا ذاكرت بما فيه الكفايه، وبراجع المذاكره تاني عشان اعمل الحلقات دي يعني. ماشي كده؟ طيب، فارجوك بقى، دي احنا خدنا 5 نقط في السريع كده عشان نبقى خلصنا الاصحاح. من فضلك المره الجايه هناخد الاصحاح الثالث مع بعض. راجع تاني الاصحاح الثاني، اقرا الاثنين على مهلك، يمكن ربنا يفتقدك بكلمه. اللي على كيفك، قدموه للرب، ينبغي ان اكون في مال يا ابي. رد فعلك ايه لو ربنا افتقدك زي الرعاه؟ هتنام على الموضوع ولا تروح تشوف ربنا عايز منك ايه؟ عيد الكتاب القرايه ثاني، وقول له يا رب وجه قلبي، انت تحب تقول لي ايه؟ نصلي ونتقابل ان تأنى الرب في مجيئه في حلقه ثانيه. ابونا السماوي يا رب، نشكرك على بركاتك يا رب اللي انت حاططها بين ايدينا يا رب، ونقرا وناكل ونشبع، وعمر اننا ما بنشبع يا رب من كلمتك، ونطلب يا رب استمرار وجهك. يا رب خلي حياتنا تكون ليك، ونكون فاهمين ايه فين الوجهه بتاعتنا، انه ينبغي ان اكون في مال ابي، ونكون واعيين كده، ونبقى حاطين عينينا زي ما اتقال عن المسيح، ولما تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم، كان فاهم هو عايز يعمل ايه. خلينا برضو نكون شاطرين قوي كده وواعيين انه ينبغي ان اكون في مال ابي، لا نتشتت ولا الكسل ياخدنا. خلينا برضو نكون واعيين زي الرعاه، جات لهم الرؤيه ما ناموش عليها، راحوا يدوروا، نروح ونشوف هذا الحدث او الامر الذي اعلمنا به الرب اليوم. باركنا يا رب، وبرضو نصلي من اجل لو لينا اخت يا رب يعني لسه في دماغها متأزمة من حكاية الطهارة او مش الطهارة، يا رب فك هذا القيد، ان احنا مطهرين بدمك انت، دماءنا يعني الدماء بتاعة الدورة والولادة والافراز الطبيعي ده لا ينجسنا، حتى لو هم بيضحكوا علينا او اسسوا هذا الفكر غير الكتابي فينا. باركنا بكل بركة روحية في السمويات، في يسوع المسيح ابنك المبارك نصلي، الذي هو قائم عن يمينك يشفع فينا في كل حين، يتمجد اسمك فينا وبينا من الآن والأبد. آمين. سلام المسيح وكن معكم.